112 ساعة من البحث والتجريب والابتكار والمتعة وفق أسس علمية عالمية. هؤلاء الموهوبون هم من يصنعون التغيير الإيجابي في المجتمع، وهم من يحدثون الفارق. نيسر لهم لنمكنهم. من هنا بدأت أفكار التعرف على السمات القيادية، ومن بعد ذلك التعرف على متطلبات أو سمات الموهبة في البداية، ومن ثم متطلبات تطوير الموهبة، ومن بعد ذلك متطلبات الخروج بأفكار إبداعية وتطبيقها في أرض الواقع. وبالتالي يتحلى الطلاب بأكثر من صفة وبعدد كبير من المهارات خلال هذا التدرج. حينما تذكر الموهبة والإبداع تتجسد أمامنا مدارس دار الذكر بالشراكة مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع. من هنا انطلقنا مع الموهوبين ننسج الإبداع بخيوط الشغف لنصنع ثوب التميز بأيدي هؤلاء المبدعين. في إحدى محطات تمكين الموهوب في برنامج موهبة الإثراء الأكاديمي نعزز الشغف بالعلوم والمعرفة وتنمية المهارات الشخصية لبناء قادة المستقبل، ونسير على خطى أفضل التجارب العالمية بهوية عربية، سعيا إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. انطباع لهذا البرنامج كان جدا حماس، كان جدا رائع. تعلمت في هذا المسار اللوجيك جيتس، وتعلمت أنظمة الأعداد والتحويل بينها وإجراء العمليات الحسابية عليها. ومن أنظمة الأعداد هذه هي النظام الثنائي والنظام العشاري والنظام السداسي عشر. مشروعنا لهذا العام هي الأفعوانية التي تعتمد على الطاقتي الحركة والوضع، مجموعهما هي الطاقة الميكانيكية. عندي الآن اختراع بوقيكم يا اللي هو السيارة بالطاقة الشمسية. كيف تتحقق؟ هذه اسمها خلايا شمسية، لما تنزل عليها الضوء توصل لهذا المولد، فبالتالي هي تدور العجلة هذه، ولما تدور في عجلة ثانية موصولة بلاستيك، فلما تدور هذه العجلة الثانية تحقق الكفرات وبالتالي تتحقق السيارة. معظمكم يعرف حادث طفل ريان الله عمر اللي طاح في البير، استغرق ريان لإنقاذه وفي النهاية للأسف مات. بعدين أنا وأصحابي فكرنا في إنه نبني هذا الروبوت عشان يساعد في حالات مشابهة إنه ما نسبة حوادثها تقل، فهذا الروبوت يساعد في تسريع عملية الإنقاذ. قرر ابني أن يكون البرنامج هذا هو البرنامج الوحيد فقط خلال فترة الصيف دون النظر إلى أي برنامج آخر. لا شك أن هذا التصرف يدل على أن ابني وجد الضالة التي يحتاج لها في مجال الروبوتات، كما أن هذا البرنامج استطاع عن جذب ابني لهذا البرنامج. استفاد منها في عدة جوانب. الجانب الاجتماعي، أتعرف على طلاب جدد مكون صداقات. الجانب الديني، أنه حرصوا على صلاة الظهر جماعة في المدرسة. الجانب الرياضي، مبسوطة بأنه خرج الطاقة السلبية وبمارس أنواع الرياضة، كرة قدم، كرة سلة، كرة طائرة، سباحة.
ما توقعت إنه هذا الشيء يوصل أعلى حد. وأنا أنصح زملائي إنهم يلتحقوا بهذا البرنامج. وشكراً. دارنا دار الذكر، موهبة حيث تنتمي.